بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 19. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على ما تضمنته الآيات من قوله تعالى: ويستفتونك في النساء، إلى قوله تعالى: كان الله واسعا حكيما. أربع الآيات. قد تقدم في الحلقة الماضية أن أخذنا من هذه الآيات بعض الفوائد، ونواصل الآن لتكميلها إن شاء الله. وذلك فيما يأتي. يؤخذ من هذه الآيات وجوب المحافظة على حقوق الأيتام، كما أوصى الله بذلك في أول السورة في قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وفي هذه الآية قول تعالى: ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان، أي وما يتلى عليكم في شأن المستضعفين من الولدان وهم اليتامى وغيرهم، وهم الصغار الذين لا يقدرون على الدفاع عن حقوقهم وأموالهم، فإن الله جل وعلا أوصى بهم في أول السورة ويوصي بهم هنا ويحيل إلى ما ذكره سبحانه في أول السورة من الآيات في شأنهم. كل ذلك من أجل المحافظة على حقوقهم وعلى أخلاقهم وعلى تربيتهم، حيث فقدوا آباءهم ومن يقوم عليهم، فهم بحاجة إلى من يتولى شؤونهم ويراعي مصالحهم. وفي هذه الآيات لطف الله بعباده، وأنه لا يضيع لديه شيء من أعمالهم، كما قال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. فأنت افعل الخير، وحفظه والجزاء عليه تكفل الله جل وعلا به، فلا يهمك حفظه ولا يهمك أيضا ضياع جزائه، فإن الله جل وعلا تكفل بذلك كله، فما عليك إلا العمل الصالح وفعل الخير، وما تفعلوا من خير قل أو كثر فإن الله كان به عليما حينما تفعله.
وحينما تقدمه فقد تنساه أنت، ولكن الله جل وعلا لا ينساه. ويؤخذ من هذه الآيات سعة علم الله جل وعلا بكل شيء، وعلمه صفة من صفاته العظيمة، فهو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، لا يخفى عليه شيء، وعلمه شامل بكل شيء سبحانه وتعالى. وهذا من جملة صفاته الكاملة، ومن أسمائه العليم، من أسمائه العليم الحكيم، عليم بكل شيء سبحانه وتعالى. ويؤخذ من هذه الآيات مشروعية الصلح بين الزوجين إذا حصل من أحدهما نفرة عن الآخر، وأن هذا الصلح موكول إليهما دون تدخل أحد. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما فيتوليان الصلح بينهما دون تدخل أحد، لأن ذلك أطيب لنفوسهما وأستر لحالهما. فهذا ما وجه الله جل وعلا إليه الزوجين. كما أن الصلح خير في كل الأمور، قال تعالى: والصلح خير، هذا عموم يؤخذ منه أن الصلح خير دائما في أي شيء. وكما سبق أن الصلح هو تسوية النزاع بين المتخاصمين، قد يكون صلحا بين الخصوم عند القاضي، وقد يكون صلحا بين القبائل، وقد يكون صلحا بين الراعي والرعية، قد يكون صلحا بين الأقارب متقاطعين، ويكون صلحا بين الزوجين كما هنا. فالصلح أينما وقع فإنه خير، كما قال الله جل وعلا: والصلح خير. ويؤخذ من هذه الآيات حرص الإسلام على بقاء العشرة بين الزوجين ولو بالتنازل عن بعض الحقوق الزوجية من بعضهما لبعض، وأنه مهما أمكن بقاء العشرة بين الزوجين فإن هذا مطلوب ومرغب فيه. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.